وسهلا مشاهدينا الكرام في مشاتل الخضراء. اليوم حبينا نعرفكم معلومات عن نبتة شائعة ومعروفة، هو نبات المطاط أو فيكس مطاط. نبات معروف مقاوم للظروف الجوية. نبات الفيكس المطاط يجي بعدة ألوان، يعني هذا اللون الشائع، أكو لون على بلاك، سوادات، حمارات. المهم نباتات الظلية أو الشمسية تحتاج عناية واحدة، يعني العناية اللي نقصد بها اللي هو نظام السقي ونظام التسميد ونظام ونظام لازم نلتزم به. يعني فمثلا بالشتاء لها طرق عناية وبالصيف لها طرق عناية. نبدي بالمعلومات الأولية عن نبات الفيكس. فيكس مطاط، يعني الناس ممكن تستغرب الفيكس، تعرف النبات الفيكس اللي هو الشمسي، هذه المطاط هو من مجموعة الفيكس. المطاط يجي عدة أشكال، وبنفس الوقت المطاط ثلاث أنواع، أكو نوع مطاط شمسي، أكو نوع ثاني اللي هو نصف شمسي. نبدي بالشائع والمعروف يعني والناس تقتني بيتهم، هو المطاط اللي هو يكون بالظل، ظلي داخل البيت. المطاط عنايته كل سهلة، نظام سقي من يومين إلى ثلاثة يوم. السماد مالته دائما يكون اللي هو سماد NPK، سماد معروف يعني الغذاء النباتات، واللي هو الناس تتوقع البتموس. البتموس لا، بتموس ترفبة خفيفة الغاية منها الانبات السريع. السماد الحقيقي هو NPK اللي يجي أنواع سماد حب على شكل حبيبات وعلى شكل سائل. حبيبات يعني ممكن نضيف للتربة بهذا المكان، نضيفت 25-20 حبة من نشمرها، كل ما ننطي رية مي سقي راح ينزل عنصر، فالNPK راح يصير عندي نمو جذري، نمو خضاري، عقد زهرية. النبات أكو مشاكل دائما تصير بكل أنواع النباتات ومنها المطاط، تساقط، اسوداد الحواف، وبنفس الوقت الاصفرار. يعني ناخذ ورقة، احنا بقصد جبنا هذه النبتة، هذه سوادات صفارات وكل اللون البني. سوى الاصفرار اللي هو ممكن نقص عناصر وممكن قلة سقي، السوادات افراط بالسقي، الصفارات قلة السقي. شلون نعالج هذه الحالة؟ نقطع الورقة، مثلا كنا نسقي مثلا كل يومين او كل يوم صار عندنا سوادات، نقطع الورقة، نستمر بنظام السقي الحقيقي اللي هو كل يومين ثلاث ايام مثلا، هذه اذا نحكي عن الصيف. يعني اذا كان صفار يعني قلة السقي، اسوداد افراط بالسقي، فنقطع الورقة. ايش راح يصير عندنا بالمستقبل؟ يصير عندنا طلع لنا ورقة هذا الشكل، ورقة تكون ورقة جديدة. بسبب شنو؟ بسبب السماد. النبات من نعرفه مثلا نشط وديطي أوراق، يعني تباوع على الورقة، خضار مالتها ممتاز، صفارات ماكو، سوادات ماكو، الأفرع الجديدة تطلع من هذه، فنعرف إن النبات يكون سليم 100%. عندنا مرات تصير هذه الحالات، ورقة تكون بها تشقق، يعني زين هذه بسبب الري الهواية زين، وبسبب السماد. يعني أكو نباتات مثلا البوتس البلاب معروف نبات يحب الرش، يعني بس الفيكس المطاط اللي هو النوع الظلي ما يحب الرش. نبات على العموم نبات الفيكس المطاط نبات سهل، ومن نباتات أيضا الطاقة الإيجابية، و
سهل العناية ويجي بعدة ألوان، يعني هذا اللون أقول لون ماروني، اللون على البلاك بوي يعني سوادات، بس النوع الشائع هو هذا النوع الفيكس، أساس كل النباتات مثل ما شرحنا، تسميل وسقي. بالنهاية نشكر مشاهدينا الكرام في قناة زاغروس، وشكراً.